شباب الهلال كذلك يواصل سلسلة تدريباته بملعب سلاح المهندسين. اشتملت التدريبات على جوانب لياقية وفنية متنوعة، كما قرر الجهاز الفني منح اللاعبين راحة عن التدريبات أمس السبت على أن يعاود التدريبات اليوم الأحد ضمن إعداد فريق الشباب الذي كان قد حقق المركز الثاني في دوري الشباب في الموسم الأخير، وهو يعتبر الفريق الأكثر تتويجا بدوري الشباب في الأعوام الماضية. طبعا فريق الشباب بالهلال والفريق الذي يعني يفرق اللاعبين، الفريق الأول هذا العام الفريق ضم عدد من النجوم الكبار في الساحة، منهم طبعا اللاعب قلق القادم من القضارف، وكذلك ايضا امجد قلق، وكذلك ايضا مآب حاتم لاعب السابق لواحد من ابرز نجوم منتخب جيم الذي شارك في البطولة العربية او بطولة جيم للاطفال في قطر في 2016، وكان بطلا لهذه البطولة امام منتخب جزر القمر. واعتبر شاد الجميع بهذه الخطوة بالتوقيع مع هذا اللاعب، وكان يتمنى الجمهور الهلالي ان يسجل شباب الهلال اكثر من لاعب من رفقائه في ابطال جيم السابقين. كذلك المفاجآت كانت موجودة في فريق الشباب الأيام الماضية بأن تعاقد فريق سردية من شندي، الفريق طبعا الذي قدم درة الكرة السودانية الخواجة الكرة السودانية، اللاعب الكبير نجم سردية عبد المحمود ياسين خواجة. تعاقد هذا النادي مع الكابتن خالد جوليت كمدير فني لقيادة الفريق في التأهيلي، وبالتالي يعني اعتذر عن فريق الهلال خالد جوليت ليخوض تجربة جديدة بعد أن قدم سنوات كبيرة من العطاء الثري مع شباب الهلال. وحتى الآن يقود الفريق طبعا على المستوى الفني في المعسكر التحضيري الحالي الكابتن عمار رمضان عمار ملك، وكذلك ياسر كجيك والمساعدين له في الجهاز الفني في فريق الكرة بنادي الهلال في فريق الشباب. ولكن يتوقع أيضا ظهور أحد الأسماء في الأيام القادمة في الإدارة الفنية من خلال ترشيح لبعض الأسماء من أبناء الهلال، قد يقود أحدهم فريق الهلال في الشباب أو فريق الشباب في الهلال في الأيام القادمة على مستوى دوري الشباب في المرحلة القادمة. أكيد طبعا يعتبر فريق الشباب يعني نوارة أو هو النواة الرئيسية للفريق الأول، والذي يدعم الفريق الأول بعدد من اللاعبين المهمين في إطار التحضيرات دائما لفريق الكرة بشباب الهلال، وهو طبعا كما ذكرت مضخة وكذلك مفرق للفريق الأول. للحديث أكثر حول شباب الهلال معنا عبر خط الهاتف محمد فيصل مدير الكرة بفريق شباب الهلال، مرحبا بك عبر قناة الهلال الفضائية وبرنامج درب حرة. محمد فيصل، بداية كلمنا عن تسجيلات فريق الشباب في هذا الموسم التي ضمت عدد من اللاعبين، خصوصا منهم اللاعب مآب حاتم، واحد من الأسماء المتألقة في بطولة جيم، والسؤال المطروح لماذا لم يضم شباب الهلال أكثر من لاعب من هذا المنتخب منتخب جيم؟ في البدء تحية لقناة الهلال المحلية وتحية للأخ نذير بابكر، لك التحية. لك التحية وكل الود والتقدير. بداية بتسجيلات، السؤال لك على التسجيلات في البداية، كيف كانت تسجيلات شباب الهلال في هذا الموسم؟ والله التسجيلات المضت دي الحمد لله، يعني اللي كان فيها توفقنا فيها توفيق كبير الحمد لله الحمد لله، يعني الإضافات كانت إضافات مميزة جدا. بدأنا الحمد لله، احنا كانت تسجيلات يعني ما تسجيلات بالكم ولا بين، عندنا قناه معينه كنا لازم نكمل الحمد لله، توفقنا فيها توفيق كبير وعرفنا اضافات ان شاء الله تكون يعني حديث الفتره الجايه ان شاء الله. ساده كان سؤال عن ضم اللاعب مآب حاتم لاعب منتخب جيم، والسؤال المطروح من الجمهور يعني كثير ما يسالون هذا السؤال، لماذا لم يضم فريق الهلال اكثر من لاعب من هذا المنتخب منتخب جيم؟ والله مش كثير، قلت لك اخر نذير احنا كان عندنا احتياجات معينة في بعض الخانات. نعم. فاخترنا لاعب مآب حاتم الحمد لله، يعني للخانة اللي هو نحن كنا محتاجين لها، وكنا رافضين بعض، كان في مدعاية تقريبا، لكن يعني خاطين احنا عندنا خطوط معينة بلان 1 بلان 2 حتى بعد ذاك ونصل للاعب، يعني يمكن ما بيكون كان رقم 3، يعني في لاعب الأول خطيناه وسجلنا في خانة محمد عايد. نعم. المآب الحمد لله حسي هو بدا من الهلال، والحمد لله بدا الاعداد معانا، ويعني بيصير يعني في اجتهاد كبير منه، يعني ان شاء الله هيكون عندك برضه كلمه قريبه بعد ان شاء الله.
ان شاء الله. طيب نتكلم عن الاعداد اللي انطلق بسلاح المهندسين، فتره الاعداد المقصوده يعني مدتها السقف الزمني بتاعها كم من الاسابيع، والجرعات التدريبيه الموجوده، وخصوصا الحديث كمان عن وجود او ذهاب خالد جوليت الان توقيع رسمي مع نادي سرديه شندي، واصبح المدير الفني حاليا مؤقتا عمار رمضان. هل سيواصل عمار رمضان مرق كمدير فني ام سيكون لك اضافه من احد ابناء الهلال كذلك اصحاب الخبره في هذا المجال؟ والله يا اخي المدير العسكري اول شيء مدته ان شاء الله لحد هسه نحن ما في الدوري لحد هسه ما 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 ما, ما اعلن ولا بعد وضع البرمجه، فنحن حاطين انه اعداد انه اعداد يكون مثالي انه يكون اللي هو ما بين 45 يوم لشهرين ان شاء الله. فالحمد لله حتى بدينا الكوتش كده يعني ماشي في المرحله الثانيه اللي هي بدات مرحله التكتيك، انتهينا من الشغل البدني فالامور ماشيه كويسه الحمد لله. بالنسبه للمدير الجهاز الفني هو الاخ عمار رمضان لحد حسي بالاضافه لفتحي بشير وياسر كجير، لكن اتوقع في الايام الجايه ان شاء الله نكون في اضافات. الاضافه اللي هو المسؤول الاول عن فريق الشباب هو دانيال اللي هو مساعد مدرب الفريق الاول البرتغالي، فتواصلنا معه ونحن في الفتره الفاتت على سنة الفريق يعني حتى الاعداد هو ملم باي حاجه تفاصيله كلها وكذا لحد ما يصل الاسبوع الجاي ان شاء الله هينزل على الفريق وهيجينا البرنامج هيكون مواصل معنا باذن الله. يعني الجهاز الفني للفريق الاول هو المسؤول من فريق الشباب حتى حضور جواب موته للخرطوم، وبعدها سيراقب بنفسه بعض اللاعبين في الشباب صح؟ ايوه نعم بالضبط. يعني ان شاء الله يعني اتصالات من القطاع الرياضي بشرنا بانه العقد اللي هو وقع المساعد المدرب الاسباني انه هو هو شرط انه يكون الاشراف على فريق الشباب، ولو في مراحل سنيه بعد الشباب يعني ناشئين وكده هم هيكون ضمنهم ان شاء الله، لكن كل التركيز هيكون على فريق الشباب في الفتره القادمه ان شاء الله، وهيكون هو معاه فوق وتحت كده. لكن اتوقع برضه انه يكون في اضافات جديده بالنسبه للوطنيين السودانيين ان شاء الله الايام الجايه دي باذن الله حضر يعني هي الليله، لانه الكميه على اللعيبه ما شاء الله يعني لعيبه تغني 30 ل 40 لاعب. طيب محمد فيصل، قبل بدايه الدوري الممتاز للفرق الكبيره يعني الفريق الاول، وفي العام الماضي كان فريق الشباب له دور بارز في مشاركه من خلال قرار الاتحاد السوداني، ما اعرف هل القرار ده حيستمر او سيتم الغائه، لكن في حاله الغاء هذا القرار بمشاركه او ضروره او الزام الانديه بمشاركه لاعب من الشباب في الفريق الاول كما شاهدنا ابا درمسي، وشاهدنا كذلك ايضا ميسر ياسين وعصمت عبد الحميد، وكانوا لهم دور فاعل في مباريات حتى مباراه القمه شارك فيها ابا درمسي وعصمت عبد الحميد في مباراه مريخ الفاشر، هل ممكن في حاله يعني الغاء هذا القرار مثلا من الاتحاد السوداني، هل يمكن ان يكون لك بعض الاسماء تشارك مع الفريق الاول خصوصا مع وجود دانيال كمشرف على فريق الشباب واهتمام جواو موتا بفريق الشباب كما ذكرت؟ والله يا الاخ الوزير صراحه يعني انا شايف ان احنا ما حنتاثر في القرار ده، لانه الفكر الحسي انا شايفه من القطاع الرياضي في رياضه الاخ محمد ابراهيم العليقي المهندس، فكل اهتمامه كل الان يعني موجه لفريق الشباب، فليه الشكر والتقدير. فان شاء الله هنا انا شايف انه في الكلام انه يعني تكلم عنه العلاقي انه الهلال لابد من انه الهلال يبدا من الناشئين والشباب ومن ثم الفريق الاول. فالاهتمام ثاني بقول لك الفتره الجايه دي هيكون فرص الشباب في التيم الاول اكبر من لعيبه التيم الاول ان شاء الله. ان شاء الله. الناس بدات ترجع لتاسيس المدارس والمراحل السنيه ان شاء الله يكون فيها تقديم يعني يكون فيها ان شاء الله يعني مزيد من الدواهي. حاجات الاهتمام وكده ان شاء الله، فيكون يعني البلد هتستفيد ان شاء الله وتمشي لقدام باذن الله. ان شاء الله باذن الله تعالى. وكما عود دائما يا حمد فيصل، فريق الشباب في الهلال والذي يقدم اسماء كبيره، الفريق الاول كما شاهدنا من قبل اطار الطاهر، محمد عبد الرحمن وغيره من الاسماء اللامعه التي محمد مختار بشا، اسماء كثيره ظهرت من الفريق ابوجه نفسه الان، وعدد من الاسماء التي ظهرت من الفريق الرديف والفريق الشباب الفريق الاول واصبحت اسماء لامعه حتى على مستوى الاحتراف زي اطار الطاهر مثلا. فيصل ان شاء الله في اسامي ان شاء الله انت كمان في الفتره الجايه دي ان شاء الله انتوا على قناه الهلال على زي الشكر والتقدير، انا متابع عليه فريق الشباب من بدري ان شاء الله هتتفاجئوا باذن الله في الفتره الجايه دي بلعيبه ان شاء الله يعني ممكن يعني هيعملوا ضجيج ان شاء الله في الفتره الجايه دي ان شاء الله باذن الله. نحن معكم في قناه الهلال في كل ما تقدموه في نقل المباريات ان شاء الله، في التغطيه الخاصه لكل جديد في فريق الشباب. شكرا لك محمد فيصل مدير الكره لفريق الشباب على هذه الفترات المهمه حول فريق الشباب واعداد وتحضيراته للموسم القادم. شكرا محمد فيصل.